الولايات المتحدة الأمريكية طورت منظورها الاستراتيجي للشرق الأوسط ثلاث مرات في خلال عقدين بس. في 2001 طرحت فكرة الشرق الأوسط الكبير، وكان مضمون الشرق الأوسط الكبير هي سياسة إعادة ترسيم الخرائط السياسية من منظور تقسيم إعادة تقسيم دول المنطقة على أسس عرقية وطائفية. وكان الاختبار الحقيقي لهذه الاستراتيجية هو العراق. الأمريكان عشان يدخلوا العراق دخلوا العراق بهذا المنظور، إعادة ترسيم الخرائط السياسية، الانقلاب على سايكس بيكو، وإن حدود سايكس بيكو غير طبيعية، زي ما قال فريدمان، توماس فريدمان الكاتب الافتتاحية في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال هذا، أن من رسموا حدود سايكس بيكو أخطأوا في حق أو في حقوق شعوب هذه الدول، وأقام الدول غير متجانسة. والمطلوب عشان نحقق الاستقرار ان احنا نعمل دول متجانسه، دوله زي العراق دوله فيها مسلمين وفيها يعني على اساس ديني شيعي وسني، على اساس عرقي عربي وكردي، قسموها بشكل مختلط سني شيعي كردي، يعني اللي خدوا العاملين عامل الطائفي المذهبي والعامل العرقي، واسم العراق ضاع العراق. وكان المخطط يشمل دول اخرى، ولكن السياسه لم تنجح في العراق لان المشروع الامريكي باهدافه الاساسيه لم ينجح في العراق. ثم جاء التطور الثاني هو ما حدث في حرب الاسرائيليه على لبنان في 2006، وطرح مفهوم الشرق الاوسط الجديد اللي طرحته كونداليزا رايس وزيره الخارجيه الامريكيه. وكان اهم معلمه ثلاث حاجات: ان العدو يتغير، العدو التاريخي يتغير من اسرائيل الى ايران، تصبح ايران هي العدو وليست اسرائيل، وتحويل مجرى الصراع من صراع عربي صهيوني الى صراع عربي ايراني، ثم اتخاذ الصراع المذهبي اداه لتحقيق هذا الكلام. الكلام ده استمر خلال فتره من 2006 الى بدايه الثورات العربيه في 2010 2011، اللي مع ما سمي بالربيع العربي كان لابد من تغيير منطق التحالف، منطق الادوات، الاهداف الامريكيه،